ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، يعني عدد من المحاور تحدث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتجاه دعم الصناعة المصرية بوصفها القاطرة الأبرز والأكبر في عمليات التنمية في مصر، ما هو تعقيبك؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. أبرز ما كان حاضرا الآن هو قدرة السيد الرئيس على مخاطبة المجتمع رجال الأعمال ومجتمع الأعمال بما يجعل الجميع يلتف نحو هذا الهدف وتتلاقى الإيرادات نحو تطوير الصناعات والعمل على تقديم نماذج مشرفة لصالح الصناعة المصرية بكل حب وبكل ود، بما أحدثه السيد الرئيس من حديثه في جذب كل القلوب حوله وتوعية لتنفيذ مبادرة ابدأ وتنفيذ وتلبيه كل هذه القدرات وتطوير كل القدرات الخاصة بهم لصالح الصناعة المصرية ولصالح تطوير مبادرة ابدأ في كل الحوار. اعتقد ان السيد الرئيس ازال كل العوائق امام المستثمرين من خلال رخصة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، انه طمأنت المستثمرين والصناع نحو قدرة الدولة على المشاركة بجزء او باي نسبة يتراها المشاركين. نعم. لتلبية احتياجاتهم والعمل على العمل 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 النهارده، مش عايز استنى 5 سنين لحد ما اخد دراسات جدوى ونبدا النهارده. اعتقد ان الجميع شعر بدفء العلاقه وبعلاقه الابوه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع المصري ككل، واعتقد هنا برزت بشكل واضح وبشكل، واعتقد هنا المحرك الاساسي. الكل يعمل خلف السيد الرئيس بكل حب وبكل شفافيه دعما للصناعه المصريه ودعما لمبادره ابدا، وهذا ابرز ما كان في ما يميز حضور اليوم. فكرة تيسير التمويل اللازم لإقامة المشروعات أو حتى فيما يخص المتعثر منها، المصانع تحديدا، فكرة رائدة تعمل على إزالة والحل الفوري لكل المشكلات التي تقابل المجتمع الأعمال أو أصحاب المصانع سواء المتعثرين أو الداخلين على بدء الإنتاج، فورا تحل لهم المشاكل وتعمل والبنوك تتيح لهم ما يحتاجونه من اموال او مساهمات للبدء فورا في اعمالهم. اعتقد نقطه انطلاقه تضاف لرصيد السيد الرئيس لدى مجتمع الاعمال ان هو ازال كل هذه النقاط وقال لو هو تمويل دولي له وقته، لو هو تمويل في مصر انا اخلصها لكم النهارده واحنا قاعدين في ساعه. نعم. اعتقد ان دي رساله للجميع ان الدوله تقف خلفهم، الدوله تعمل على مزيد من الانفتاح على هؤلاء وتسديد كل العقبات بدليل ما ما ما, ما صرح به السيد الرئيس اليوم. اعتقد وقال ان انا كل وبعت رساله لكل القطاع الحكومي في مصر المساهمه في حل كل ما يحتاجه المستثمرين والمصنعين ازاله اي عقبات او اي اشكاليات امامهم تيسيرا عليهم، وقال نعم. ان انا ممكن افتح هذا المكتب عندي، يعني ليه؟ علشان اقدر ان انا ايسر كل الاجراءات المطلوبه للانطلاق فورا. عامل الزمن الحقيقه في تحديد المستهدفات، لكن ايضا اذا ما تحدثنا عن فكره التنافسيه وزياده الصادرات وتحقيق الحلم المصري ب 100 مليار دولار وكفايه السوق المحلي، يعني كلها قضايا شائكه لكنها من الممكن ان تتحقق في ظل تحديات يعني فرضت على العالم بشكل كبير في المجال الاقتصادي. برايك اذا ما وضعنا خطط على المدى المتوسط وطويل الامد، ما هي الخريطه التي سنسير عليها؟ والحقيقه تباطؤ سلاسل الامداد والتوريد العالميه وتباطؤ حركه التجاره الدوليه نتيجه تداعيات جائحه فيروس كورونا ثم بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه،
فرضت على العالم اجمع ان يعتمد على الذات وان يعتمد على مقدراته وعلى يعتمد على امكانياته. وهذا ما امر به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل القطاعات الصناعيه العمل ليه. احنا وقال لهم النهارده صراحه ان عاوزين نعمل مش عشان اصدر، انا اعمل الاول علشان اكفي السوق المحلي. لما اكفي السوق المحلي هيبقى انا بزود معايا فرص عمل، بزود معايا حجم انتاج. لما انطلق بكل القطارات في كل المسارات لصالح الصناعه المصريه استطيع ان البي طموح واحتياجات المواطن المصري، اعمل زياده في حجم الانتاج المحلي، ازود فرص عمل، ازود حصيله الضرائب من عوائد التشغيل. اعتقد تكون الفرصه متاحه امامنا للمزيد من الصادرات المصريه وصولا الى 100 مليار دولار، لان لن نصل الى هذا الرقم الا بعد الاكتفاء من محتاجات السوق المحلي، لن نصل الى هذا الرقم الا بعد مزيد من دعم. واعتقد الدوله داعمه للصناعه في كل مراحلها، في كل سواء مصانع متعثره او مرحله ابدا او المصانع الجديده او تطوير او توطين صناعات جديده. واعتقد ان الدوله تفتح ذراعيها بكل التيسيرات وكل ما يحتاجه هؤلاء المصنعين ومجتمع الاعمال من طلبات لدعم مسيره الاصلاح ومسيره الصناعه المصريه للوصول الى اكتفاء ذاتي من السلع والخدمات والمنتجات، وصولا الى ان تصل بالمنتجات المصريه الى 100 مليار دولار. واعتقد هذا ليس بعيد طالما دعم مستمر من السيد. متى نستطيع قياس الاثر؟ نستطيع قياس الاثر خلال عام على الاكثر، من اعتقد في خلال نهايه يعني في منتصف نهايه عام 23 سيكون الاثر على ارض الواقع وتكون النتائج والارقام تتحدث عن نفسها. عما اتاحته الدوله المصريه والقياده السياسيه برئاسه السيد عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي، هنشوف مشاركه القطاع الصناعي كانت ب 11% او 12% قبل هذا الدعم. بنشوف النهارده هذا مشاركه القطاع الصناعه في حجم الناتج المحلي تفوق 40% خلال الفتره القادمه. هنشوف ان لدينا سلع بديله لكل ما كان يتم استيراده. هنشوف ان احنا المكون المحلي النهارده يغطي كل مستلزمات الانتاج بدلا من المكون الاجنبي اللي كانت الدوله بتستورده لصالح المصنعين ومجتمع الاعمال. هنشوف الدعم الكامل والاعتماد الكامل على المكون المحلي اللي هيقدر يعطي افاقه لصالح الصناعه المصريه ولصالح الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة. هنشوف ان الدولة قدرت تلبي احتياجات المواطنين في كل ربوع مصر من خلال السلع والمنتجات. نعم. ما تم انتاجه. هنشوف ان الدولة المصرية اصبح تقارب من رقم 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة بناء على الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية لكل القطاعات وبالأخص القطاع الصناعي قاطرة التنمية لتحقيق تنمية مستدامة على أرض مصر. دكتور خالد، القطاع الخاص ثم القطاع الخاص، الدور المنوط به وجوب الدخول بشكل يعني أمثل في مثل هذه المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية من أجل تحقيق الجمهورية الجديدة بالطريقة التي تليق بالمصريين. أعتقد أن الدولة أفتحت المجال تماما للقطاع الخاص، قامت وهيأت بيئة الأعمال، قامت وهيأت البنية التحتية كما يجب أن تكون في أحسن في أعلى دول العالم. البنية التحتية في مصر تضاهي ما يتم في كل دول العالم المتقدمة، بدليل بنك جولدن مان ساكس قال أن البنية التحتية اللي أحدثتها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهل الدولة المصرية أن تحتل أحد أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم 2030. فالبنية التحتية تحت الدولة المصرية، الدعم لا متناهي والتيسيرات في كل المجالات للقطاع الصناعي وكل القطاعات، هو الآن الأوان أن يتحمل مسؤولياته القطاع الخاص ويشارك في فعالية وينتهز ما تم وما يتم من قرارات وإجراءات لصالح الدولة المصرية ولصالح القطاع الخاص ولصالح المواطن المصري في تلبية واستغلال كل هذه الفرص والعمل على النمو بالاقتصاد المصري نحو الأفضل. أعتقد لا يوجد وقت كان القطاع الخاص أو الظروف البيئية المواتية للقطاع الخاص أفضل له مما نحن فيه الآن بفضل
كل التيسيرات وكل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية والتيسيرات الغير محدودة. يعني كانت يعني في عقود مضت علشان كان المستثمر او قطاع خاص يروح ياخد رخصة كان يقعد بالسنة والاثنين والثلاثة عشان ياخد رخصة، عشان ياخد يعمل دراسات جدوى كما امر قال الاستاذ النهارده في حديثه، يقعد بالاربع سنين والخمس سنوات عشان المشروع يطلع. النهارده كل ده ابدأ فورا، واللي انت عايزه انا يعني كل الاجراءات متاحة عشان نعمل، عشان ننطلق، عشان نؤدي، علشان نحقق لمصرنا ما يجب على القطاع الخاص والحكومة أن تحقق. ربما أبرز المستهدفات من هذه الفعالية وهذا الملتقى تحققت في التواصل المباشر والشفافية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى سلطة في الدولة المصرية لتيسير عملية التصنيع والتيسير على المستثمرين في جذب المزيد من الأموال لدفع الصناعة المصرية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي.